ايه اللي بدأت من اليوم الاثنين اللي الحقيقة احنا النهارده موجودين تحت سقف الهرم، وده طبعا ضمن البرنامج اللي نظمته وزارة الهجرة للمجموعة الوفد الشعبي اللي جاي من اليونان وقبرص، يونانيين مصريين وقبارصة مصريين. برنامج بعد الافتتاح واللي طبعا شرفوا بالحضور السيد رئيس الجمهورية ورئيس اليونان ورئيس قبرص، ابتدت السيارات في مدينة الاسكندرية في البطريركية في الأكاديمية البحرية وزيارة القبة السماوية مكتبة الأسكندرية في مستشفى اليوناني المدارس اليونانية. بنرجعهم لذكرياتهم في مدينة الأسكندرية. أكيد حضراتكم شفتوا وسجلتوا مع أعضاء هذا الوقت قبل كده، متأثرين وسعداء بكل الحاجات اللي شافوها. كان بالتأكيد مهم جدا إن هم يجوا الهرم. الهرم بالنسبة لكل العالم، هو مصر بالنسبة الهرم، نموذج الهرم والتصوير جنبه بالنسبة لهم أكيد حاجة كبيرة جدا. عشان كده هم أيضا سعداء النهاردة بالحضور. الرسائل اللي بيرسلوها للعالم كله، احنا عندنا أيضا يعني إعلام أجنبي وعندنا تلفزيون يوناني وتلفزيون قبرصي بيغطوا أيضا فعاليات هذا البرنامج. وإن شاء الله بكرة بيغادروا إلى مدينة شرم الشيخ علشان يزوروا دير سان كاترين اليوناني، وايضا علشان يشوفوا معالم هذه المدينه، وايضا رساله سلام قبل مغادرتهم من شرم الشيخ الى اليونان. حالا تم ابلاغي انه خلاص تم الاتفاق على خط طيران ما بين مدينه بافوس في قبرص وما بين مدينه الاسكندريه. حضراتكم عارفين انه عشيه الافتتاح حضرت توقيع بروتوكول توأمة ما بين محافظه بافوس في قبرص ومحافظه الاسكندريه، وابتدى على طول الشغل وتم ابلاغي بهذا الخبر، وده بالتاكيد بيروج السياحه في مصر. وايضا بعد الافتتاح ثاني يوم كان في ايضا منتدى اقتصادي نظمته الغرفة التجارية في الأسكندرية، وكان فيها غرف أيضا ممثلين عن غرف تجارية في اليونان وقبرص ورجال أعمال من الثلاث دول، وكان في طبعا دفع للتعاون التجاري ما بين